ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهاردة هنعرف فيه حقيقة الأميرة فيروز، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش لايك وشوفوا الفيديو للآخر لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ الفيديو. فيروز اسمها الحقيقي الأميرة فيروز. فيروز عندها 4 سنين وهي من مواليد 8/5. فيروز برج الثور. فيروز في KG2. فيروز من اسكندرية وبتعيش حاليا في اسكندرية وبالتحديد في المعمورة. فيروز بتكون بنت مستر احمد ملك التحديات وندى جرجر المجلجل في الالعاب. فيروز عندها اخت واحدة وهي بيبي حياة وعندها 2 سنين. مدرسات فيروز في المدرسة اسمهم ميس هدى وميس ميار. فيروز بتحب المدرسة جدا عشان الألعاب اللي في الجاردن. فيروز عندها صديقة بتحبها جدا واسمها رقية. فيروز بيكون الحاج صالح جدها والحاجة هند جدتها، وبيكون عمها محمود الجمل ومحمد الجمل وآية. مع آية أحلى حياتك تحلى. فيروز ازاي بدأت التمثيل في أفلام محمود الجمل بالرغم من صغر سنها؟ مستر أحمد بيحب فيروز جدا، وفيروز كان نفسها تمثل مع العيلة ومع أمنية وغزل، بس فيروز كانت صغيرة جدا ودلوقتي كبرت شوية. أستاذ أحمد اديها الفرصة إنها تمثل مع العيلة. فيروز عندها قناة على اليوتيوب اسمها برنسيس فيروز الأميرة فيروز، وبتضم عدد كبير من المشتركين، ومحتوى قناتها فلوجات وتحديات مع حياة ومستر أحمد وندى. فيروز وصلت قناتها أكتر من 250 مليون مشاهدة. وبالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، فيروز عندها حساب على الإنستجرام اسمه الأميرة فيروز وبيضم أكتر من 60,000 متابع. فيروز بتشارك فيه كل صورها وصور مع أختها حياة ومع مستر أحمد وندى والعيلة. ودلوقتي هسيبكم مع أحلى صور للأميرة فيروز وهي صغيرة. متنسوناش في اللايك، بنحبكم جدا. مع السلامة.